رحيم، الحقيقة كم ساعدنا في هذه المبادرة التي أثلجت صدور المرضى وأيضا الإدارة المستشفى، كل شكر وتقدير لجهودهم على هذه المبادرة بصمة أمل لرسم البسمة الجميلة على شفايف الكريم شهر الرحمة وشهر الخير، ونحن نزور هؤلاء المرضى بهدايا بسيطة متواضعة من مقدمة من كلية التقنية. كل شكر وتقدير أيضا لأبنائنا في كلية التقنية على هذه اللمسة الجميلة وأيضا المعروف الطيب في هذا الشهر المبارك. أيضا كل شكر وتقدير لجهود إدارة هذا المستشفى الراقي. حقيقة نتمنى دائما أن نرى إن شاء الله مثل هذه المبادرة. أتشرف بهذه المبادرة الطيبة بصمة أمل ليكون لي بصمة في زيارة المرضى في هذا اليوم العظيم الرائد من بداية شهر رمضان الكريم المبارك. كل الشكر لإدارة المستشفى وكل الشكر لكلية التقنية التي ساهمت في هذه الهدايا المتواضعة، وكل الشكر لمن كان سببا في وجودنا في هذا اليوم الذي أعتبره من أجمل أيام رمضان. أحب أشكر إدارة المستشفى لأنها سنحت لنا وضفنا هذه الفرصة عشان نتطوع ونشوف المرضى ونعطي يعني ونحصل هذا الأجر الكبير. هذه فرصة لنا وإن شاء الله يزيد التعاون بيننا وبين إدارة المستشفى وتزيد يعني فرص التطوع في هذه المستشفى. عندنا مبادرة جميلة اسمها بصمة أمل. من هالمبادرة كان في تعاون طيب جدا بين إدارة مستشفى يونيفرسال بين كلية التقنية وطلابها الفولنتيرز. كانت لمسات بسيطة حلوة لما زرنا مرضانا من أعمار مختلفة، من أطفال، نساء، رجال، لكن كان طبعا شعورهم شعور طيب جدا. فنحن هدفنا ان احنا نشجع المجتمع للاهتمام بفئه من فئات المجتمع وهي مرضانا. I wanted to take this opportunity to thank the Higher College of Technology for their students who have come in and spent their morning visiting our patients with the leadership of Dr. Shabir Nellicode and Mr. Hamad Al-Husseini of Universal Hospital. We were able to start a program which we are calling Basmat Amal, and this is where the students or volunteers from the community will come and visit our patients on a regular basis. With that, I want to say thank you and Ramadan Kareem.